السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير، مساء النور، مساء الفل أحبائي. نتمنى فيديو اليوم يلقاكم في أحسن الظروف والأحوال إن شاء الله تعالى. دائما كنلقى في التعاليق حول أعطيني اسم منتج لعلاج التصبغات الجلدية، ودائما أقول أن لكل حالة أو مجموعة من الحالات كيكون عندها واحد النوع خاص بها على حدة، فلا يمكن بالمرة أننا كلنا او الناس كاملين غادي يتبعوا بروتوكول واحد وغادي يكون عندهم منتوج واحد صالح لعلاج جميع انواع التصبغات، فهذه المساله هي مستحيله. ف كل حاله عندها او مجموعه من الحالات كما قلنا عندها بروتوكول ديالها وعندها منتج ولا مجموعه من المنتجات اللي غادي تخلصها من التصبغات الجلديه. ودائما دائما البروتوكول بصفه عامه سواء كان يعني يشمل البروتوكول ديال العلاج ولا المنتوج، فهو يخضع لمجموعة من المعايير. يعني نوعية العلاج اللي غادي نخضعوا ليها فهي تخضع لمجموعة من المعايير والمحاذير التي يجب احترامها للفوز بعلاج ناجح 100%. لكن فيديو اليوم استثناء غادي نقدم لكم أهم منتوجين اللي فعلا أعطاو نتائج أكثر من رائعة مع زبناء وكذلك مع المتتبعين بشهادتكم أنتم كمتتبعين ويعني بشهادتي أنا شخصيا من خلال تتبعي لزبوناتي. فهاد المنتوجين فعلا أعطاو واحد نتائج خيالية. منتوج إلى بغينا نقوله الأول فهو خاص بالتصبغات، فقلنا منتوج قوي للتصبغات العنيدة، يعني هاد المنتوجين كاين فيهم واحد قوي وواحد يعني ماشي ضعيف ولكن خفيف بالمقارنة مع المنتوج الأول، بحكم أن المنتوج الأول هذا اللي كنتكلم لكم عليه في مادة الهيدروكينون. منتوج تاني ما فيش مادة الهيدروكينون، فقلنا بأنه منتوج قوي للتصبغات العنيدة والقديمة. والمنتوج الثاني فهو للتصبغات المتوسطة والخفيفة الحدة والمدة، يعني التصبغات اللي ما كيكونوش قدام بزاف وكيكونوا خفافين فكيصلح لهم هذا المنتوج الثاني. فالمنتوج الأول كلكم كتعرفوه، والثاني هو منتوج حديث العهد وجاب نتيجة في ظرف زمني وجيز، ما بغيتش نقول قياسي ولكن وجيز، مع إحدى متتبعاتي وإحدى زبوناتي كذلك اللي كنت وصفت ليها. المنتوج الأول اللي قلت لكم هو منتوج قوي خاص بالتصبغات العنيدة والقديمة فهو إيدغوسبوت، فكلكم كتعرفوا إيدغوسبوت وديجا درنا عليه إن فيديو. فعلا منتوج ما كيحشمش بالمرة، يعني كنعطي إيدغوسبوت الناس بوجهي حمر كما كنقولوا، فأي واحد نصحته بإيدغوسبوت الا وتخلص من التصبغات، مستحيل ما يزولوش ليه التصبغات ملي كنعطيه إيدغوسبوت. المنتوج الثاني هو سويس ديرما، فإلا بقيتو عاقلين حنا يلاه درنا مؤخرا واحد الفيديو على سويس ديرما. احدى متتبعاتي اختي بشرى فاستعملات هذا المنتوج وكتقول في التعليق ديالها فكتقول في التعليق ديالها: مساء النور عزيزتي الغالية، شكرا لك على هذا التوضيح الرائع، أحيطك علما حبيبتي أن منتوج سويس ديرما أنتي تاش بيغمونتير جد جد رائع، نعومة، توحيد لون، إزالة تصبغات جديدة بسرعة وقديمة يصبح لونها باهت شيئا ما، باختصار روعة، شكرا جزيلا غاليتي وشكرا لك حبيبتي بشرى على إفادتك ومشاركتك المعلومة معنا. يعني هذه مسألة دائما كنقول شوف راه ملي كتشاركوا المعلومة مع أشخاص آخرين فكنا كنستافدوا، يعني حتى لا فيديو ملي كنحطها عليكم أنا وكتفرجوا فيها كديروا لي لايك فكتطلع الناس وحدين أخرين، ملي كتبارطاجيوها فكيشوفوها الناس وحدين أخرين وحتى هما كيكونوا محتاجين وضايعين وما عارفينش شنو غادي يديروا فكيستافدوا. فلهذا مشاركة المعلومة أمر جد جد مهم، ما غادي تقتلوا حتى شي حاجه، غنبارطاجيو لا فيديو، غنبارطاجيو لا شين مع ناس وحدين اخرين ما كيعرفوهاش، فاكيد اكيد ناس وحدين اخرين غادي يستافدوا، والانسان راه الافعال ديالو هي اللي كتجبدو. فاحنا كنقولوا دائما وفلانه الله يرحم ليها الوالدين هي اللي وراتني مثلا هاد لا شين ولا وراتني هاد المعلومه ولا وراتني، ف
خليو الرحمه تنزل على الوالدين ديالنا، لان هذه مساله مهمه. شكرا عزيزتي بشرى، والله يرحم لك الوالدين من هذا المنبر ومن هذا الفيديو. شكرا بزاف 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 عاد، وبصحتك تستاهلي، لانك كنتي من المتتبعات المجدات المكافحات اللي فريمون تبعات البروتوكول، تبعات التقييدات بالنصائح، وفيه القناه بزاف ديال الاشياء. يعني الاخت بشرى كنشكرها بزاف بزاف بزاف، وكنعاود نشكرها على انها طاقت في وفاء وخدات لو برودوي وجرباته وشافت النتيجه، وما بخلاتش علينا انها شاركنا النتيجة اللي حصلت عليها. فبصحتك وراحتك، ودائما كنقول على نوايانا نرزق. فإنسان اللي كيكون طيب أكيد غادي الله سبحانه وتعالى يكافئه ويجازيه على الطيبوبة ديالو. وإحدى زبونات ديالي جات عندي هاد الأسبوع، وكنت عطيتها سويس داغما كذلك، وفعلا كاين فرق كبير قبل وبعد استعمال هاد المنتوج. فبحكم ان المنتوج يحتوي على ماده لا يحتوي عفوا على ماده الهيدروكينون، فهو امن للحوامل، امن للمرضعات، الناس اللي عندهم واحد اللون غير موحد كما قالت بشرى، فقالت توحيد للون والنعومه كذلك، وهذا شيء جيد اللي ما كنلقاوش في باقي المنتوجات لمعالجه التصبغات الجلديه. ف الناس اللي عندهم لون غير موحد عندهم اثار ديال البثور، عندهم بقع خفيفه، فغادي يحصلوا على نتائج اكثر من مرضيه خلال فتره اللي معقوله. ما كنبغيش الكلمات الخياليه اللي كتهول من الموضوع، ففتره معقوله. يعني كل واحد على حساب طبيعه البشره ديالو، على حساب الظروف ديالو، على حساب بزاف ديال الاشياء اللي كتلعب دور في هاد المساله ديال العلاج. فإلى لاحظتوا في التعليق ديال بشرى قالت بانها التصبغات اللي هي قديمه فكيخفافوا، وفي الجديده فهما كيزولوا، وهذه مساله اكثر من مهمه وجيده، خاصه ان هذا المنتوج ممكن اننا نستعملوه طيله السنه بطبيعه الحال مع احترام دائما اقول البروتوكول البروتوكول البروتوكول، بان نصف العلاج في المنتوج في الاختيار الجيد للمنتوجات، والنصف الاخر فهو في احترام البروتوكول، والبروتوكول هو المحاذير والاجراءات التي يجب الالتزام بها خلال فتره العلاج وبعد كذلك فتره العلاج. ثم مساله مهمه جدا، وهي الواقي الشمسي ثم الواقي الشمسي ثم الواقي الشمسي. دائما اكرر هذه المساله، صحه البشره ديالنا في الحمايه من أشعة الشمس الضارة. فنتمنى أنني نكون فدت عدد كبير منكم، وغادي نفيد ناس بحدين أخرين اللي نتوما غادي تبارطاجيو معهم هاد الفيديو في اختيار منتوج جيد للعلاج. يعني كنبقاو محتارين غناخد هذا، خاصة الإشهارات اللي كتكون كثيرة 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 بزاف عاد، فحنا كنضيعوا وسط هاد الكم الهائل من الإشهارات وما كنعرفوش شنو غادي نختاروا. فكنتمنى أنني نكون فدتكم في اختيار منتوج جيد لعلاج مشكل التصبغات الجلدية، وما تبقاوش طبعا حايرين. هاد النتيجة بطبيعة الحال اللي قلت لكم اليوم ما يمكنش لينا نوصلوا ليها بسهولة، فلابد من المرور بالعديد من التجارب باش نقدروا نحكموا على اي منتوج. طبعا هنا كنهضر على المنتوجات اللي كتكون كتحتوي على مكونات اللي هي ذات جوده عاليه، هذه مساله ضروريه ومفروغ منها ولا تناقش، لكن تبقى التجربه هي المكمل وهي الحد الفاصل للحكم على منتوج ذو جوده عاليه والمصداقيه للتصريح بهذه الجوده. فما يمكنش بالمره انكم غتلقاوني شي نهار كنقول لكم هذا المنتوج راه زوين الا ما كانش مجرب مني انا شخصيا او من متتبعين ديالي او من زبناء ديالي وشفت النتائج بعينيا، فمستحيل انني نصرح لكم باي تصريح ونقول لكم هذا المنتوج راه زوين. فامسيه طيبه اتمناها لكم، طيبتم وطابت اوقاتكم، في امان الله.